هنكمل مع بعض في اللابلاس ترانسفورم، والنهارده هناخد الانفيرس لابلاس ترانسفورم، لابلاس العكسي، وهناخد اتنين كيسز، ودي الحلقة التانية في اللابلاس. عموما النهارده هنطبق البارشال فراكشن اكسبانشن. لو عندي دالة بالشكل ده ليها بسط ومقام، عشان اطبق البارشال فراكشن عندي لازم تبقى درجة البسط اقل من المقام. طب لو كانت درجة البسط أكبر أو تساوي المقام لازم أعمل قسمة مطولة الأول. يبقى تاني، يبقى عشان أطبق البارشال فراكشن عندي أو أجيب الانفيرس لابلاس ترانسفورم لازم يبقى درجة البسط أقل من المقام. طب لو عندي كانت درجة البسط أكبر أو تساوي المقام أعمل قسمة مطولة الأول. ناخد مثال، لو عندنا دالة بالشكل ده، بص كده البسط هنا أكبر من المقام، أعمل إيه؟ يبقى في الأول أعمل قسمة مطولة، هعمل قسمة مطولة هيطلع عندي الترم ده، تمام؟ باقي القسمة بعد ما تعمل قسمة مطولة باقي القسمة ده هقسمه على المقام، يبقى ده عندي ترم أهو. الترم اللي فاضل عندي درجة البسط أقل من المقام، يبقى أقدر أعمل إيه؟ بارشال فراكشن هنا. يبقى لو انا عايز الانفيرس لابلاس ترانسفورم للداله اللي قدامك دي، احنا قلنا لو الثابت في الاس دومين عايز له لابلاس العكسي بيبقى عندي دلتا اوف تي، دلتا اوف تي اللي هي امبلس. لو عندي الاس تبقى هي تفاضل الدلتا بالنسبه للزمن، اما السالب 9 بتنزل زي ما هي سالب 9 وتبقى دلتا اوف تي. ركز في فرق بين الثابت في التايم دومين اجيب له لابلاس يبقى ايه على اس، وفي فرق بين الثابت في الاس دومين واجيب له لابلاس العكسي. لو كان اس في الاس دومين اجيب له لابلاس العكسي معناها تفاضل الامبلس عندي اللي هي مين؟ الدلتا. سالب 9 ده الثابت اضربه في الدلتا عندي، لان سالب 9 دلتا هات لها اللابلاس تبقى سالب 9، تمام؟ قلنا دي عباره عن امبلس قيمته 9 او سالب 9، وهجيب لابلاس للجزء ده. فيديو النهارده هنتعلم ازاي اجيب لابلاس العكسي لمعادله بالشكل ده. هنروح ناخد اول حاله، الحاله الاولى ان عندي الداله اهي ليها بسط ومقام. المقام عندي لما اروح احلله الجذور بتطلع ريال وديستنكت، بمعنى ان هي بتبقى حقيقيه ومختلفه، تمام؟ يبقى انا هاخد المقام احلله، لما تحلله هتلاقي هنا سالب 1 وسالب 2 القيم عندي، يبقى دي ريال ومختلفه. اعمل ايه؟ باخد اول حاجه القوس الاول اللي هو خلي بالك من الدرجه الاولى احطه هنا، والبسط بتاعه بحطه بثابت ايه، القوس الثاني من الدرجه الاولى احطه هنا، والبسط بتاعه بيبقى ايه؟ ثابت. يبقى الجذور لما تبقى ريال ومختلفه معناه ان كل الاقواس بتاعتي بتبقى من الدرجه الاولى، باخد اول قوس واحط فوق منه ثابت، القوس الثاني فوق منه ثابت وهكذا. عايز الثابت A وB اجيبه ازاي؟ دي اسمها البارشال فراكشن اللي هي الكسور الجزئي. هجيب الثابت A ببص على المقام بتاعه، المقام بتاعه S زائد 1، بروح للداله الاصليه بلغي منها S زائد 1، يبقى تاني انا عايز الايه؟ ببص للمقام، المقام S زائد 1، بلغي من الدالة الأصلية S زائد 1، يبقى عندي 2 على S زائد 2، وقتها دي الباقي عندي، أعوض فيها أخد المقام ده أسوي بالزيرو، يبقى S تطلع بسالب 1، الجزء أو الدالة اللي أنا حصلت عليها أعوض فيها S بسالب 1، يعني معناها باخد مقام الثابت بيساوي زيرو، يبقى الـ S بتساوي سالب 1، أروح للي حصلت عليه أعوض فيه S بسالب 1، تعوض هنا تطلع بـ 2، طب يلا كده نجيب الـ B. البي عندي المقام بتاعها اس زائد 2، يبقى اروح للداله الاصليه الغي اس زائد 2 من المقام يطلع ده الباقي، يبقى الباقي عندي 2 على اس زائد 1، اعوض فيه بكام؟ اخد المقام بتاع البي عندي ويساويه بزيرو، يبقى اقول اس زائد 2 بتساوي زيرو، يبقى اس بسالب 2، يبقى اقول الداله دي هعوض فيها اس بسالب 2 تطلع البي عندي، يبقى انا حصلت على الاي والبي. ابتدي ارجع تاني اعوض في البارشال فراكشن عندي تطلع بالشكل ده. طبعا ده شكل موجود في الجدول ستاندرد فور، اس زائد 1 في المقام، يبقى دي عباره عن ايه؟ يبقى دي عباره عن اكسبوننشال عندي في التايم دومين، يبقى دي عباره عن اي اس، باخد الاشاره دي او الرقم اللي هنا بعكس اشارته، يبقى سالب 1 مضروب في تي، الاثنين ثابت بتنزل زي ما هي، اس زائد 2 هنا بجيب لها اللابلاس العكس زي تبقى اكسبوننشال عندي عكس الاشاره اللي هنا، الرقم هنا باخده بعكس اشارته يبقى سالب 2 في تي، والثابت اللي فوق ده بينزل زي ما هو. ناخد مثال تاني، مثال تاني عندي داله بالشكل ده، انا مسكت المقام حللته، يبقى هو ممكن يديك المقام كداله، ممكن ايه انت تحلله، تحلله هتلقى كل الاقواس من الدرجه الاولى، كل الجذور عندي ريال، ما فيهاش ايماجيناري خالص، تمام؟ هنلقى عندي فعلا ثلاث قيم هنا ريال. هبتدي اخد ايه؟ اول قوس فوق منه ثابت، القوس الثاني فوق منه ثابت، القوس الثالث فوق منه ثابت. عايز اجيب الثوابت دي بنفس الطريقه، اروح اقول ايه؟ تحت منها S زائد 2، أروح للدالة الأصلية ألغي S زائد 2 منها، يبقى الباقي ده الباقي أعوض فيه بكام؟ أخد المقام بتاع الـ A
اساوي بزيرو، يبقى اس زائد 2 بيساوي زيرو، تطلع اس بسالب 2، اعوض هنا باس بسالب 2، تطلع بالتلاتة الاي. هعمل نفس النظام مع بي، بي يبقى اس زائد 4، الغي من هنا اس زائد 4، يبقى اخد الباقي، الباقي ده اعوض فيه اس بكام من هنا؟ بسالب 4، تمام؟ تطلع البي عندي بسالب 3. هروح للسي، المقام بتاعها اس زائد 6، الغي اس زائد 6 من هنا، يفضل لي ده الباقي، الباقي عندي ده اعوض فيه اس بكام؟ اس بسالب 6 هنا من المقام، اس سالب 6 اعوض في ده باس سالب 6، تطلع عندي السي بواحد. نرجع تاني نعوض هنا عن الاي والبي والسي، هنلقى دي اكسبوننشال عاديه، اس زائد 2 في المقام تبقى اي اس سالب 2 تي، والثابت ينزل، الثابت هنا ينزل اي اس، اخد ده عكس الاشاره سالب 4 تي، الثابت اللي هنا ينزل يبقى اي اس عكس الاشاره ده سالب 6 تي. الموضوع سهل زي ما انتم شايفين. ناخد مثال تاني، مديك ده اللي هنا مش متحلله، مش متحلله، احللها لما انا حللتها تطلع بالشكل ده ريال بنفس الطريقه. يلا اول قوس ده عباره عن اس، احطه زي ما هو يبقى اس وفوق منه ثابت، طول ما المقام درجه اولى، درجه اولى بحط البسط ثابت، القوس الثاني ثابت، القوس الثالث ثابت، عايز اجيب الاي، يبقى الاي تحت منها اس، الغي الاس من هنا فين؟ دي، اشتغل على دي، الغي الاس من هنا يطلع ده الباقي، الباقي بس اعوض عنه بكام؟ اس بزيرو، اعوض فيه الاس بزيرو عنه، تمام؟ تطلع الاي بواحد. هروح للبي، اس زائد باربعه، نلغي اس زائد اربعه من هنا، شوف الباقي، الباقي عندي يبقى ايه؟ بالشكل ده، اعوض عنه او فيه باس بسالب 2. هروح للترم الثالث سي، هناخد هنا اس زائد 8، هنلغيها من هنا، يبقى الباقي ده هعوض فيه اس بسالب 8 من المقام هنا، تطلع السي. ارجع اعوض عن الاي والبي والسي، معروف واحد على الاس عباره عن ايه؟ ما تنساش، واحد على اس في الاس دومين لابلاس العكس بتاعها عباره عن الثابت، الثابت هنا واحد، تنزل لواحد زي ما هي. اما دي داله اكسبوننشال، دي اكسبوننشال، باخد عكس الرقم الموجود مع الاس، عكس الرقم المجموع مع الاس، تمام؟ والثابت اللي فوق بينزل زي ما هو، زي ما انت شايف كده. نروح للحاله الثانيه، ان الروتس عندي بتاعت المقام عباره عن ريال وريبيتد، يبقى الجذور ريال ومكرره. بص كده هنا المقام، اس زائد 1 بتساوي 0، يبقى اس بسالب 1، ده ريال فقط. هنا اس زائد 2 تربيع، معناها اس بسالب 2 مكرره مرتين، يبقى سالب 2 دي ريال ومكرره مرتين، يبقى الباور دي معناها في تكرار، يبقى البولز بتاعت دي ريال كلها وفيها جذور مكرره. يلا نشتغل زي ما احنا كنا نشتغل، القوس الاول ده من الدرجه الاولى يبقى فوق منه ثابت، هنا التكرار القاعده بتختلف، اس زائد 2 تربيع ده اعلى باور للقوس ده، باخده زي ما هو كده، واخد فوق منه ثابت. انت يا باشمهندس قلت لي لو درجه اولى بتحط ثابت، طب لو درجه ثانيه؟ لا دي ما تعتبرش درجه ثانيه. ابص على اللي جوه التربيع، اللي جوه التربيع درجه ايه؟ اولى، يبقى البسط يبقى ثابت. هبتدي اخد الحد اللي بعدها انزل الباور بتاع ده، يعني الباور بتاع ده 2، انقص الباور بواحد، يبقى القوس اللي بعده نفس القوس، خلي بالك انقص الباور واحد تبقى واحد، وقف هنا بنقص الباور لغايه ما اوصل القوس اس واحد، يبقى ده برده فوق منه ثابت، تمام؟ مفيش مشكله كده. يلا ده هجيبه بالحاله العاديه، الاي اس زائد واحد في المقام، الغي اس زائد واحد من هنا، يفضل الباقي، اعوض في الباقي باس بكام؟ بسالب واحد، تطلع عندي الاي باتنين. طب هنا اس زائد 2 تربيع، الغي من هنا اس زائد 2 تربيع، الغي من هنا اس زائد 2 تربيع، الغي القوس اللي هو نفس القوس هنا، تمام؟ يطلع عندي 2 على اس زائد 1، اعوض فيه اس بكام؟ بسالب 2، اخد المقام ده اساويه بزيرو، تطلع بسالب 2، اعوض هنا بسالب 2، تطلع البي بسالب 2. هنا اس زائد 2 هيبقى الغي اس زائد 2 فقط، مش التربيع، مش بتربيعها لان ده قوس واحد، هتيجي تلغي هنا هتلقى فضل قوس، تعوض اس بسالب 2 تطلع عندك بيبان للنهايه، في مشكله هنا في ايجاد الثابت سي. اعمل ايه؟ مباشره طول ما الجذر مكرر عندي، عندي سالب 2، بص كده القوسين مكررين في تكرار، ابدا من اعلى باور، الاعلى باور اللي هو 2 عشان هنا التربيع، البي الثابت بتاعه هنا مفيش مشكله، الثابت اللي بعد كده بيبقى فيه مشكله، اعمل ايه؟ اروح امسك الداله دي افاضلها، يبقى تاني اروح للداله دي اللي جبت فيها الثابت بتاع بي اللي هو فوق اعلى باور عندي بتاع القوس افاضل، يبقى امسك الداله دي ايه؟ افاضل، واعوض فيها بعد التفاضل باس بسالب 2 لان المقام بتاعته اس بتساوي سالب 2. ما تنساش بره بقسم واحد على مضروب واحد لان ده اول تفاضل عندي، طول ما اول تفاضل بقسم على مضروب واحد، هتفاضل دي، التفاضل دي سهله، المقام تربيع، المقام في مشتقه البسط بزيرو ناقص البسط 2 في مشتقه المقام، المحصله تطلع بسالب 2، عوض هنا اس بسالب 2 تطلع بكام؟ بسالب 2، كده عندي حصلت على الثوابت، نروح نعوض، يلا نعوض كده، دي داله اكسبوننشال، دي اكسبوننشال، دي اس تربيع بس جوه القوس هنا
في اس زائد، يعني حصل لها شيفت، الشيفت ده اكسبوننشال. طب والتربيع؟ ارجع تاني للجدول اللي انا شرحته في الفيديو اللي فات، اكسبوننشال مضروبه في داله يبقى بتعمل شيفت للداله. طب الداله دي عباره عن ايه؟ لو تي اس ان يبقى اس زائد ايه بتبقى ان زائد واحد. طب ان زائد واحد قارن هنا كده تبقى 2، يبقى الان بكام؟ بواحد. يبقى اقول تي اس واحد، يبقى دي اكسبوننشال عاديه اهي، ودي اكسبوننشال عاديه، دي اكسبوننشال نتيجه الشيفت. يبقى اكسبوننشال مضروبه في داله، الداله اللي هي تبقى الثابت، شيل القوس ده حط اس مكانه، واحد على اس تربيع بايه؟ تي. خلاص ما تغلطش، تبقى بتي مفيش مشكله، والثابت ينزل زي ما هو. ناخد مثال تاني عشان الموضوع يتضح. بص معايا قبل ما ناخد مثال تاني، عندي هنا ده اكسبوننشال اكسبوننشال. طب ما تاخد اكسبوننشال عامل مشترك وخد سالب 2 عامل مشترك، يفضل لك هنا تي زائد 1، تي زائد 1. نروح بعد كده لاكزامبل 5. بص معايا كده، اس زائد 1 ده ريال، اس تكعيب يبقى اس بتساوي 0 مكرره 3 مرات، يبقى ريال ومكرره. يبقى اس تكعيب بتساوي 0 يعني معناها اس بتساوي 0 3 مرات، يعني ريال ومكرره. اعمل ايه؟ اخد الحد الاول ده هنا اس زائد 1 فوق منه ثابت، ابدا باعلى باور، ابدا باس تكعيب الاول فوق منها تبقى ثابت. يا باشمهندس هنا تكعيب، لا اللي داخل الباور ايه؟ بين قوسين كده اس، يبقى فوق منها ثابت. انزل الباور واحد تبقى اس تربيع فوق منها ثابت، انزل الباور بواحد تبقى اس فوق منها ثابت، اقف اللي هنا لغايه ما اوصل القوس اس واحد. يلا نبدا مع بعض كده، نجيب الايه هنا، الايه يبقى الغي اس زائد واحد من هنا، تبقى 2 على اس تكعيب، عوض الاس بكام من المقام هنا؟ بسالب واحد، تطلع الايه بسالب 2. طب البي بجيبها مباشره، اس تكعيب بلغي هنا اس تكعيب، يفضل عندي 2 على اس زائد 1، اعوض عنها بكام؟ اخد المقام ده اسويه بزيرو تبقى اس بزيرو، يبقى اعوض عنها اس بزيرو، تمام؟ تطلع البي ب 2. طب السي والدي ما ينفعش هنا استخدم الطريقه اللي انا قلتها، يبقى استخدم ايه؟ عشان اجيب السي بالترتيب، اجيب السي اللي هو اقل من الاولاني في الباور، يعني هنا اس تربيع هنا اس تكعيب، يبقى اجيب الثابت اللي اقل منه مباشره اللي اسمه سي، اجيبه ازاي؟ يبقى امسك دي افضلها. تاني يبقى اجيبها امسكها فاضلها زي ما انت شايف كده، واضرب بره واحد على مضروب واحد لان ده اول تفاضل، واعوض عن اس بكام؟ المقام هنا بزيرو، يبقى اعوض عن اس بزيرو امتى؟ بعد ما اتفاضل، يبقى فاضل الاول المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، تطلع بالشكل ده، اعوض عنها باس بكام؟ بزيرو، تطلع عندي بسالب 2. نروح للدي، الدي اعمل ايه؟ ركز معايا كده، همسك الداله اللي فوق دي اللي انا جبتها من السي اللي هي الداله دي، تمام؟ افاضلها كمان مره. طب انت ده التفاضل رقم 2، يبقى اقول بره واحد على مضروب 2، وقتها اعوض اس بكام؟ بزيرو عندي، اعوض اس بزيرو، وتطلع عندي اول حاجه افاضل، التفاضل يطلع بالشكل ده، المقام تربيع، المقام في مشتقه البسط ناقص البسط في مشتقه المقام، تخلص دي وتعوض اس بزيرو تطلع ب2. ارجع تاني اعوض عن السواب، يبقى تاني ركز معايا كده، اخد اعلى باور هنا اس تكعيب تبقى اس تكعيب في الاول، والثابت بتاعها ده بجيبه طبيعي خالص مفيش مشكله، بنزل الباور انا وماشي لغايه ما اوصل الباور بواحد. الثابت اللي بعد كده، اللي بعد كده اجيبه ازاي؟ امسك الداله اللي انا جبتها في الكونستانت بي ده افاضلها مره، واعوض فيها بعد التفاضل باس بزيرو. طب الثابت اللي بعده اخد الداله اللي فوق منه على طول افاضلها كمان مره، بس ما انساش اضرب واحد على مضروب 2 واعوض اس بزيرو بعد التفاضل وتطلع بالثابت. طب لو عندي كمان تفاضل امسك الداله دي افاضلها كمان مره، وما انساش اضرب بره في واحد على مضروب 3، فمن الفكره وهكذا. تعال ناخد الداله دي نجيب لها لابلاس العكس، دي اكسبوننشال ما فيهاش مشكله، مش عايزك تغلط، يبقى دي اكسبوننشال ما فيهاش مشكله اهي. اس تكعيب بتكافئ ايه؟ تي اس ان، تي اس ان يبقى اقول اس ان زائد 1، يبقى الاس هنا تكعيب يبقى 3، يبقى ان زائد 1 بكام؟ ب 3، قارن يبقى ان زائد 1 ب 3 يبقى الان بكام؟ ب 2، يبقى لازم البسط اشوف مضروب 2، لازم اشوف مضروب 2، مضروب 2 عباره عن 2، يبقى البسط عندك عباره عن 2، يبقى 2، يبقى الداله دي على بعضها، على بعضها بالثابت بتاعها تي تربيع. يلا كده سالب 2 على اس تربيع قارن، يبقى الان زائد 1 بكام؟ ب2، يبقى الان بواحد، يبقى عامل مضروب واحد فوق يبقى بواحد، يبقى ده يعتبر ثابت ينزل بره، ثابت يبقى عندي سالب 2 اهو، واحد على اس تربيع بتي، زائد 2 على اس، 2 على اس ده عباره عن ثابت على اس، يبقى عندي يطلع ثابت هو 2، مفيش مشكله. ناخد مثال تاني عشان نوضح الفكره، يلا مع بعض كده، ادي اس جذر، اس زائد 4 جذر الريال، هنا عندي الجذر ده سالب واحد مكرر مرتين، نبدا مع بعض. يبقى ابدا باس فوق منها ثابت، هنا اعلى باور 2، يبقى القوس اس 2 فوق منه ثابت، هنزل القوس ده 1، يبقى اس زائد 1 فوق منه ثابت،
والقوس ده مش مكرر ولا حاجة، يبقى ينزل زي ما هو فوق منه ثابت. في مشكلة؟ ركز معايا هنا، أنا ليه وقفت هنا؟ عشان أعلى باور واحد أقف. خلاص كده؟ يلا كده نروح نجيب الـ A. الـ A إزاي؟ ألغي من هنا الـ S، يبقى ده الباقي، أعوض فيه S بزيرو تطلع بنص. هروح للتربيع، خلي بالك دايماً ببدأ من الباور نفسه وأنقص واحد في كل مرة. هنا الباور تربيع، شايفينه؟ أمسكه ألغيه من الدالة الأصلية، يفضل عندي 2 على S في S زائد 4، أعوض S بكام؟ بسالب 1، يبقى أهي، وأعوض S بسالب 1، تطلع الـ B عندي. طب الـ C؟ الـ C ده نتيجة التكرار، اللي هو تكرار القوس. أجيبه إزاي؟ أمسك الدالة دي أفاضلها، شايف الدالة دي؟ هفاضلها، يبقى أقول له تفاضل الدالة اللي فوق، بس ما انساش 1 على مضروب 1 عشان ده التفاضل رقم 1، وأعوض S بكام؟ بسالب 1، يبقى أفاضل دي زي ما أنت اتعلمت، وأعوض عنه بـ S بسالب 1 تطلع عندي بسالب 4 على 9، مفيش مشكلة. طبعا التفاضل الأول بضرب في 1 على مضروب 1، في تكرار تاني؟ لأ خلاص. طب الدي ده جذر مختلف خالص، الدي جذر مختلف تماما، يبقى يجي بالطريقة التقليدية، S زائد 4 من هنا ألغيها هنا، يبقى ده الباقي، الباقي عندي يطلع بالشكل ده، أعوض فيه بـS بكام من هنا؟ بـS بسالب 4، سالب 4 تطلع عندك بالقيمة دي، يبقى أنا حصلت على الثوابت، دي عندي الثوابت أهي. ابتدي اعمل ايه بعد كده؟ ده ثابت على اس، يبقى لابلاس العكس بتاعه ثابت، ده اكسبوننشال عاديه ودي اكسبوننشال عاديه، لكن دي كوس تربيع جواه الاس متشفته، يبقى دي داله الشفت اللي هي اكسبوننشال مضروبه في الداله. طب ايه الداله بتاعتي؟ اشيل اس زائد 1 اعوض مكانها باس، تبقى 1 على اس تربيع اللي هي تي، يبقى عندي ده ثابت نص، ده عباره عن تي في الاكسبوننشال، الاكسبوننشال بجيبها من الشفت هنا اللي هي سالب 1. طب ما تنساش في مضروب واحد فوق، ما تغلطش، احيانا بحتاج ثابت هنا مضروب واحد، تمام؟ بالتالي الثابت ده ينزل زي ما هو، دي اكسبوننشال عاديه ودي اكسبوننشال عاديه زي ما احنا شرحنا. لو انا عايز استخدم الماتلاب، يبقى عايز اجيب الانفرس لابلاس باستخدام الماتلاب، احنا شرحنا جزئيه منها في الفيديو اللي فات. عندي داله ايا كان وضع الداله، يبقى اروح اقول له سيمز الاول اس، يعني اختصار لسيمبلز اس، عشان اكتب المعادله في متغير اسمه اس، هكتبها بالشكل ده. خلي بالك دي اخر مثال انا شرحته، تمام؟ يبقى 2 على افتح قوس كبير وده كله المقام. عايز اجيب الانفرس لابلاس، هتقول له اي لابلاس، اي معناها انفرس لابلاس للداله اللي انت كتبتها بتساوي اف سمول، اف سمول دي تطلع في التايم دومين، لما تحلها بالماتلاب تطلع في التايم دومين بالشكل ده. بص كده هتلقى اي ترمين مضروبين في بعض هو نفس الناتج اللي فوق، نفس الناتج اللي انا طلعته، اي ترمين مضروبين في بعض بيحط علامه فيه، وبص كده على 18. فانا اعمل ايه؟ لو انا عايز الشكل ده بنفس الشكل الرياضي اللي انا كاتبه اقول له بريتي اف، بريتي اف عندي يعني خلي المعادله دي على شكل رياضيا زي ما انت بتكتب كده، يعني اي علامه ضرب بيشيلها ويحط الايه المتغيرات جنب بعض، ولو هنا على 18 بيخليها على 18 عاديه زي ما انت بتكتبها رياضيا، تطلع بالشكل اللي فوق دي الفورما دي. يبقى بريتي اف بياخد الشكل ده اللي هو ان لاين، المعادله في لاين واحد، يحولها بالشكل اللي بتكتب بيه يدويا زي ما انت شايف كده. كده فيديو النهارده انتهى، فاضل كيس 3. كيس 3 دي لو عند المقام غير قابل للتحليل، داله تربيعيه غير قابله للتحليل بالطريقه التقليديه، هنشوف ازاي نعمل اكمال مربع او بحللها عادي واستخدم بارشال فراكشن بالطريقه التقليديه عاديه. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.